إذا في إطار دراسة تأثير العوامل الحركية نتابع تفاعل الماء الأكسجين اللي هو تفاعل مطيع ينتج عنه انطلاق غاز ثنائي الأكسجين، وهذا بواسطة استعمال كلور الحديد الثلاثي واستعمال الكبد اللي هو عبارة عن إنزيم الكتلاز. إذا لأجل هذا نحضر ثلاث أنابيب كل منهما يحتوي على ماء الأكسجين، نقوم بإضافة الأنبوب الأول قطرات من كلور الحديد الثلاثي، إذا نتابع التحول، كما نضيف الأنبوب الثاني قطعة من كبد الحيوان، ونترك الثالث كشان. إذا بالنسبة للأنبوب الذي يحتوي على كبد الحيوان نلاحظ انطلاق فقاعات غازية دلالة على انطلاق اللي هو عبارة عن غاز ثنائي الأكسجين.